بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي تغطيات قناة الهنا، الفيديو عن الملابس النسائي. هنشوف جلابيات وعبايات استقبال للعيد، ولانجري أسعاره حلوة جدا، وفساتين. بس يا ريت كده بقى قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش حبايبي تعملوا لنا اشتراك، الاشتراك اللي هو تحت الفيديو مباشره، اول جرس اشعارات الكل، عشان ان شاء الله يوصل لكم كل فيديو جديد من القناه. وما تنسوش اللايك. الجوله دي في الهرم في مدينه الرياض. الاسعار على فكره هناك حلوه قوي. نبتدي كده الفيديو مع بعض. دي اسعار برا، في ب16 و14 و18، منزلين تشكيله حلوه قوي من البرا والملابس الداخليه واللانجري. جميله قوي. دي سعرها 18، كل موديل منزلين منه ألوان كتير ومقاسات برضو. دي سعرها كام؟ دي ب27. جميع انواع البرا هتلاقوا في اطقم على بعضها، في برا قطن، دي بقى قمصان نوم قطن على 27، الخامة بتاعتها حلوة قوي. في برضو كذا لون منها، في اللي هو البيج والاسود واللبني. هنا بقى اللي هو الكشميو، في كذا لون منه اهو. في اللي هو العنابي دون او النبيتي والاخضر، ده على 25، سعره حلو قوي. ده قطعتين. في كشميو زي ده كده، الاوف وايت ده برضو على 25. في بقى قمصان النوم الطويلة دي على 59. في على فكرة برضو في قسم اللانجري بيجامات حريمي طقم على بعضه. وفي منه البستاج ده شكل تاني، يعني مش طويل، يعني هو تحت الركبة كده بشوية. ده على 55، يعني وسط حلو. المخطط ده قماشته حرير على فكرة، ده ب54. في بقى المشجرات دي، ده ب45 اللي هو القميص النوم المشجر ده. فيه على ساتين، ده قطعتين. في بقى الكشميو ده ب30. نشوف بقى عبايات الاستقبال. دي عبايات استقبال، اي عباية منهم على 50 ريال. هوريكم بعض التشكيلة منها، شايفين الشكل ده؟
ده موديل تاني برضو من عبايات الاستقبال، ينفع جلابية البيت برضو، دي على 50. في على فكرة منها كذا لون برضو، في تقريبا منها الموف، موف والرمادي الفاتح، هي فيها تطريز كده من فوق ومن على الديل من تحت. في البوستاج برضو منها، دي على 50. ده لون تاني، دي برضو عبايات استقبال، دي ب60. في منها اللون الأزرق والأحمر، الديل بتاعها من تحت كده فيه دانتيل ومن على الكمام. حلوة التايجر دي، دي عباية استقبال البيت، دي على 60. حلوة العباية دي برضو، دي عباية استقبال، ومنزلين تشكيلة بقى كتير من العبايات الاستقبال علشان العيد. ده شكل تاني، دي على 60، بحزام من النص كده ونازلة على كلوش واسع. في اللي هي التايجر الزيتي دي، دي برضو ب60. برضو جاية مجسمة من فوق كده ونازلة على واسع. في بقى الشكل ده، دي على 60 برضو، فيها حزام من النص، تقريبا متوفر منها برضو البنفسجي، كذا لون من الموديل ده، كذا لون البنفسجي بتاعها اهو، حلو اللون البنفسجي. دي برضو بحزام من النص، بس ربطين الحزام على جنب. يبقى ده شكل تاني من عبايات، دي على 60. القماشة بتاعتها يعني حرير في قطن كده، في برضو من دي كذا لون، حلو اللون ده، جاية برضو مجسمة من فوق ونازلة على كلوش واسع. طلعها لكم برا تشوفوها، اي بص فيها تطريز من فوق، ادي شكلها. ده لون تاني، في الأزرق بقى والبينك والبيج، دول ب60. حلوة اللي على بني دي، دي عباية استقبال البيت برضو على 60. ده طقم روب بالقميص بتاعه على 47. في على فكرة منه البني واللي هو الفضي ده. ده فستان، ينفع فستان محجبات، فستان خروج. القماشة بتاعته فيها لمعة كده على فكرة، خفيف صيفي. ده ب112. في كذا لون منه برضو، الاصفر والاسود والاوف وايت. ده فستان محجبات،
ده على 126. بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة في الهرم على الملابس النسائي، ملابس العيد. شفنا عبايات استقبال ولانجري. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم بقى الفيديو حبايبي ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.